السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحشتوني جدا جدا. النهاردة عندنا مشكلة، أتمنى إن الكل يشوف المشكلة دي عشان يحل معانا، وعايزة اللايك علشان الناس كلها تقدر تشوف المشكلة معانا وتحلها، لأن صاحبتها قالت لي برجاء نشرها بأقصى سرعة. تمام، خليكم معايا ويلا بينا، بس ما تنسونيش في اللايك. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. صاحبة المشكلة بتقول لي الرجاء نشر المشكلة بدون اسم في أسرع وقت. تمام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كتبت مشكلتي بعد ما حاولت الانتحار أكتر من 35 مرة. 35 مرة؟ حرام عليك، حرام عليك، ليه كده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا عندي 39 سنة، طلبت الطلاق 1000 مرة وكل مرة أهلي يرجعوني ليه تاني. يعني هي عندها 39 سنة وطلبت الطلاق طبعا أكتر من مرة، وأهلها بيرجعوني ليها تاني، بيرجعوها هي ليه؟ بقالي 19 سنة متجوزة. تمام، أصبحت الأول بقالي 19 سنة متجوزة، جوزي ضعيف الشخصية جدا جدا، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. أصبحت مدمنة مهدئات نفسية وعصبية. طبعا أكيد الضغط العصبي عليكي والضغط النفسي عليكي، وهو ما عندوش شخصية، فأنت اللي حاسة إن أنت شايلة كل حاجة. عايزاكي تهدي كده وتسمعينا، وان شاء الله باذن الله تلاقي حل يريحك، وان شاء الله بلاش موضوع الانتحار ده مهما كان ومهما حصل. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبحت مدمنه مهدئات نفسيه وعصبيه عشان اكمل حياتي معاه. ضعيف شخصيته، ده ضعف شخصيته ده اذاني في حياتي كلها. طبعا هي بتكتب يعني وايديها عامله، فبس انا مفسره كلامك ما تقلقيش. ضعف شخصيته ده أذاني في حياتي كلها. كنت أتحمل المسؤولية في كل الأمور لدرجة إنه تعب، واشتغلت كل الشغل اللي في الدنيا 12 سنة شغل. يعني هي اشتغلت عشان هو كان تعبان، اشتغلت 12 سنة. أنا عايزاكم تركزوا معايا علشان نقدر نحل معاها المشكلة دي. 12 سنة شغل، كنت بعتبر بيتي مجرد لوكندا، أشتغل بالنهار وأروح أنام بالليل وخلاص. بعد ما استحملت خيانات كتير، في كمان لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني كمان بعد ده كله لسه ماشي. غصب عني مجبرة إن أعيش بسبب أهلي الوحيدة اللي كانت معايا في قراري أمي. بعد ما وعدتني إنها هتطلقني منه، جات باتت معايا يوم وتاني يوم توفاها الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا ده اختبار صعب جدا من ربنا ليكي، إن انت تكوني في موقف زي ده وتحس ان البيبان كلها بتتقفل. ده اختبار جامد من ربنا، وعايز منك الصبر بجد. يعني انا بقرا وانا متاثره جدا، وده عايز فعلا صبر كتير جدا. الله يرحمها الاول يا حبيبتي ويجعلها من اهل الجنه. بس كانت حاسه بيا، انا معايا ولد وبنت زي القمر ما شاء الله، ربنا يخليهم لك يا حبيبتي. بنتي اتجوزت من شهور، تمام، وابني عنده 14 سنه، ربنا يبارك لك فيهم يا رب. وعدى العمر في طلب الطلاق، انا تعبت وهو مش راضي يطلق، وبيقول لي اتصلت بابوكي علشان عارف انه استنوا عشان انا بتوه والله. بسم الله الرحمن الرحيم. اتصلت بابوكي علشان عارف انه هيرجعني ليه تاني، ويقول لي فاضل لك سنه وحضانه ابنك تخلص لو اتطلقتي. هو عارف ان روحي في ابني، يعني هو عارف ان روحها في ابنها، ومع ذلك بيقول لها فاضل لك سنه والحضانه هتخلص، يعني لو اتطلقتي انا هاخده. بيهددها كده وش كمان يعني. هو عارف ان روحي في ابني هو الحياة بالنسبة لي، بس وجوده معايا في ظل الضغوط دي مش معوضني اي حاجة. حتى انا لا عارفة اديله اهتمام ولا حب من كتر تعبي. ماشي، يعني هي عيني ايه من كتر اللي هي في الضغوطات اللي هي، مش عارفة تهتم طبعا بابنها، ومش عارفة تديله اهتمام ولا حب ولا اي حاجة خالص، ولا رعاية اكيد. تمام، بنتي مستقرة في حياتها الحمد لله، بس أنا من كتر الجفا اللي ربنا اللي بينا، من كتر الجفا اللي بينا، معلش أنا بقرا كلامك والله مهما كتبتيه، بسبب خيانته نزل من نظري، لا حول ولا قوة إلا بالله. الجفا أصبح بعد، والبعد أصبح كره، أصبح كره، والكره أصبح بغض. تمام، الكره أصبح بغض، وأهلي مش حاسين بيا خالص، علما بإن لا يوجد علاقة بينا من 10 سنين. ماشي، قرفت منه ومن نزواته، ومش عارفة أعمل إيه، خايفة أرفع خلع أتعب نفسية ابني. حتى أهلي كل اللي عليهم كلمة عيشي، بقالي 15 سنة باخد مهدئات علشان أعيش غصب عني. يعني أهلها ضاغطين عليها عيشي عيشي، بقالها 15 سنة بتاخد مهدئات عشان تقدر تكمل علشان ابنها.
وبنتها اتجوزت الحمد لله ومبسوطة في حياتها، وهي يعني اللي شايلة هم ابنها جامد. باخد مهدئات عشان اعيش غصب عني، ومش عارفة اعمل ايه، ازعل اهلي مني وارفع خلع واتحرم من ابني بعد سنة وياخدوا مني بالقانون، ولا اعيش محطمة نفسيا في أوضة ضلمة لوحدي منعزلة عن الناس بقالي سنتين، أكل لوحدي وكل عيشتي لوحدي، حتى ابني بخليه ياكل مع أبوه وبخليه ياكل مع أبوه عشان نفسيته ما تتعبش. دلوني أرجوكم أعيش في العذاب اللي أنا فيه ولا أتحرر منه ويحرمني من ابني. بس آدي كانت حكايتها وآدي كانت قصتها، وأكيد كلكم سمعتوا معايا. هي كل خوفها دلوقتي إن هي تنفصل. اولا يا حبيبتي انا عايزه اقول لك على حاجه، ابنك كبير يا ماما، انت بتقولي 14 سنه، يعني هو فاضل له سنه وهيبقى عنده 15. ابنك هيبقى عارفك وعارف اللي انت فيه وحاسس باللي انت فيه، واكيد مهما تقولي ان انت بعد عنه ضغوطات ومش عايزه تحسسيه ومش عايزه تضغطي عليه، هو حاسس وعارف، هو حاسس وعارف اللي بيحصل بينك وبين ابوه. انت دلوقتي بتاخدي مهدئات، المهدئات دي خلاص انت ادمنتيها، ده انت عشان تبطليها، يعني انا اعرف واحده كانت موجودة في حياتي وعشان تبطل المهدئات دي كانت بتروح لدكاترة علشان تبطل المهدئات اللي كانت بتاخدها، ما كانتش بتاخد مهدئات، كانت بتاخد حاجات تنيمها منوم علشان تبطلها، كانت بتروح لدكاترة عشان تبطلها. فانت دلوقتي بتاخدي مهدئات بقالك 15 سنة، يعني علشان تبطلي الحاجات دي لازم تروحي لدكاترة تتعالجي منها الأول. انت كده هتدمري حياتك وتدمري صحتك أكتر ما هي، تمام؟ وما تزعليش مني، هو ما يستاهلش اي حاجة من دي ولا يستاهل اي تضحيات من دي. اما بالنسبة لابنك، ابنك عارف كل حاجة واكيد شايف واكيد مطلع، والاول صلي استخارة وشوفي ربنا هيقول لك ايه. وكمان في حاجة، احنا هننتظر طبعا اراء الناس، تابعيهم في التعليقات وهم هيردوا عليكي وهتشوفي هيقولوا لك ايه، وعايزاكي تستخيري ربنا وتشوفي الصح تعمليه. انت كده يا بنتي صحتك اهم، صحتك اولى، ابنك عارف كل حاجة، وابنك كبير من الصغير. يعني أنا من رأيي من رأيي أنا كان معايا مشكلة برضو أول امبارح أو من يومين تلاتة كده، كل الناس أجمعوا إن هي تسيبه وتنفصل عنه وتشوف حياتها. أنا عايزاكي، يعني مش عايزة أقولك الكلمات دي، أنا هسيبهم هما يقولولك رأيهم إيه، بس أنتي لازم تدوري على نفسك وصحتك الأول، وتدوري على تحاولي تعوضي اللي فات. أنتي عملتي كتير قوي علشان، وهو ما تمرش في أي حاجة على كلامك اللي أنتي بتحكيه، وده من أسوأ أنواع الخيانات، إن الواحد مهما تعملي معاه لو قلت له صوابعك العشرة شمع زي ما بيقولوا كده عندنا في مصر في الأمثال بتاعتنا، مش هيعمل، يعني مش هيأثر فيه ولا هيبقى عنده إن هو شايلها لي الجميلة ولا أي حاجة خالص. أنا كان معايا حكاية حبيبتي يعني تشبه حكايتك كده، عملت معاه كتير كتير وما تمرش فيه أي حاجة خالص، وغدر بيها في النهاية، وهي كانت بتضحي وبتعمل كل ده عشان بتحبه وعايزة تعيش معاه. انت دلوقتي بتعملي علشان ابنك، سامحيني اعذريني، ابنك كبير وفاهم كل حاجه وعارف. هو حتى لو خده منك الولد في، على ما اعتقد يعني ان هما ان هو كبير وعارف، وعارف ان هو له ام وهيروح لك وهيجي لك في المكان اللي انت هتبقي فيه، وسيبك من زعل اهلك، وسيبك مفيش حد بيمسح دمعة حد زي ما بنقول، ومفيش حد بيدور على حد. وانت يعني انت لو عشتي بالشكل ده وصبرتي زي ما انت بتقولي كده، ما تزعليش مني، هتموتي وهتخسري عمرك وحياتك وشبابك وانت لسه صغيرة، والعمر برضو قدامك، وعايزاك تشوفي يعني برضو هتشوفي آراء الناس هتقولك ايه، وهتشوفي تابعين في التعليقات شوفيهم، وان شاء الله يا حبيبتي تلاقي حل في اسرع وقت، وانا معاكي اهوت على الخاص برضو، وكل اللي الناس هتقوله شوفيه وتابعيه وقولي لي انت هتعملي ايه، وان شاء الله هتلاقي لنفسك حل، وهتلاقي هتعملي لنفسك حياة جميلة جدا بعيد عن اللي انت فيه ده كله كله كله. سيبك بقى من ابنك، ابنك كبير زي ما قلت لك، جوزك ده ما يستاهلش اي حاجه خالص خالص. انتي شوفي هتعملي ايه، وان شاء الله الناس، انا عايزه كل اللي سمعني دلوقتي وكل اللي متابع معانا الحلقه من اولها لازم يكتب لي رايه ويقول رايه، لانها بجد بتتابع. وعلى فكره اللي فاتت المشكله اللي كانت معايا اللي فاتت تابعت كل التعليقات وشكرتني، قالت لي شكرا يا مريم، انا اخدت منكم طاقه واخدت منكم طاقة ايجابية، وهعمل كل اللي الناس قالت لي عليه، وخلاص انا مش عايزة منه حاجة، وخلاص يعني الحمد لله اكتفت باللي فات وهتبتدي من جديد. انا عايزاكم تقولوا رأيكم في المشكلة اللي معايا النهاردة دي، ركزوا فيها كويس واسمعوها كويس وهتلاقوا لها حل، وقولوا لي رأيكم فيها في الكومنتات علشان هي تتابع معانا، وربنا يجعلنا يا رب ان احنا نقف جنب الناس في الخير. واشوفكم على خير مع
مشكلة تانية جديدة إن شاء الله، وربنا يجعلكم طبعا يجعله في ميزان حسناتكم إن أنتم بتساعدوا وبتحلوا، وأشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.